مروا على قوم عندهم شجرة، قوم من المشركين عندهم شجرة يتبركون بها، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقونها بها للتبرك. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فما لهم ذات أنواط، يسمون شجرتهم ذات أنواط. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذه المقالة، وعرف ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر إجلالا لله سبحانه وتعالى. إنها السنن، يعني التقليد، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن بني إسرائيل لما أنجاهم الله من البحر وأغرق عدوهم، جاوزنا ببني إسرائيل البحر، أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعكفون على أصنام لهم يتبركون بها، فمن جهلهم قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، لآخر الآيات. فالتبرك بالأشجار والأحجار هذا من أمور الجاهلية، فلا يجوز التبرك بالمخلوقات إلا ما جعله الله مباركا وأمر بأن يعبد الله فيه، فهذا له حكم آخر، لكن مع الاعتقاد بأنه لا ينفع ولا يضر، إنما الضار والنافع هو الله. ولهذا لما استلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر الأسود وقبله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنه والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. مسألة اقتداء، ما هي بتبرك. فأنت حينما تقبل الحجر أو تستلمه أو تشير إليه إنما تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أنك تطلب من الحجر البركة أو النفع، إنما هو مشعر من مشاعر الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تعلم هذا. فالعقيدة مهمة جدا، وينبغي العناية بها، وينبغي تجنب كل ما يخل بها، وأن لا يغتر الإنسان بما يفعله الناس أو ما يفتي به بعض الناس، لا يغتر بهذا، بل عليه أن يتبع الحق ويصحح عقيدته ويهتم بها، لأنها هي أساس الدين، وهي مصدر الخير، وهي الصلة بالله عز وجل. فالله جل وعلا أمر أن لا يدعى إلا هو، أمر أن لا يطاع إلا هو سبحانه وتعالى، أمر أن لا يذبح إلا له، أمر أن لا ينذر إلا له، لا يسجد إلا له، لا يصلى إلا له، لا تؤدى أي عبادة من أنواع العبادات إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.